محكمة أمن الدولة العليا في الإمارات تأجيل محاكمة 94 إماراتيا متهمين بالانتماء إلى تنظيم سري يهدف إلى قلب نظام الحكم مرتبط بالإخوان المسلمين. ومن بين المتهمين 13 متهمة، بينهم 10 متهمين خارج الإمارات تتم محاكمتهم غيابيا. ويواجه المتهمون تهمة استخدام وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لما وصف بتحريض شعب الإمارات ضد نظام الحكم والأسرة الحاكمة في الدولة. التآمر على نظام الحكم، هذه هي التهمة التي يواجهها 94 مواطنا إماراتيا يمثلون أمام المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي. تقول السلطات إن المتهمين شكلوا جماعة الإصلاح المرتبطة بالإخوان المسلمين بهدف تأليب المواطنين على الأسرة الحاكمة بالدولة. وتشمل قائمة المتهمين قضاة وأكاديميين ومحامين، كلهم اعتقلوا العام الماضي. القضية قانونية بحتة ولا ينبغي إعطائها أبعاد سياسية، بمعنى أن التهمة الموجهة لجميع هؤلاء أنهم قاموا بإدارة وتأسيس تنظيم سياسي سري، وهذا يمكن أن يقوم به يعني قانوني وأستاذ جامعي وطالب وكذا. التهمة الرئيسية قيام وإدارة تنظيم سياسي سري له علاقة بالإخوان. لكن منظمات حقوقية تنتقد المحاكمة بشدة، وتقول إن كثيرا من المتهمين تعرضوا لإساءة المعاملة واحتجزوا لشهور في أماكن سرية ولم يسمح لهم بمقابلة محاميهم إلا خلال الأسبوعين الماضيين. إن هذه المحاكمة لا تسير على ما يرام، يبدو أنها مهزلة قضائية. فيوم أمس مراقب العفو الدولية تم منعه من حضور الجلسة. وأعلنت السلطات الإماراتية في وقت سابق هذا الشهر أن النيابة العامة بدأت التحقيق مع قيادات التنظيم النسائي ضمن مجموعة الإسلاميين المتهمين بالتآمر. وتم الكشف مطلع العام الحالي عن اعتقال 11 مصريا في الإمارات متهمين بقيادة خلية للإخوان المسلمين تعمل لحساب الجماعة في القاهرة. ولا تتسامح السلطات في الإمارات مع النشاطات السياسية، كما تحظر المظاهرات وتشكيل الأحزاب. وتعد الأحكام التي تصدر عن المحكمة الاتحادية العليا نهائية وغير قابلة للاستئناف. معنا من دبي الكاتب الصحفي ورئيس مركز المزمات للدراسات والبحوث الدكتور سالم محمد، ومعنا هنا في الاستوديو روري نماهية مدير قسم الحملات الدعائية في مركز الإمارات لحقوق الإنسان. أبدأ معك دكتور سالم محمد، يعني بداية، هل عرف إلى متى تم تأجيل هذه المحاكمة واستنادا على ماذا؟ والله هذه هي الجلسة الأولى، الجلسة الابتدائية. نعم. وتم تأجيل الجلسة إلى تاريخ 11 مارس الحالي، أي الاثنين المقبل. نعم. ولكن أنا استمعت تفضلي. تفضل دكتور سالم، تفضل. أنا استمعت للتقرير. على فكرة أود أن أشير هنا أن المحكمة سمحت بمندوبين من جمعية الإمارات لحقوق الإنسان وجمعية الصحفيين في دولة الإمارات واتحاد كتاب وأدباء الإمارات ومندوبين من الصحف الإماراتية. طيب. ولكن سيد سالم، هي لم تسمح للمنظمات الحقوقية الأجنبية بالمشاركة في هذه المحاكمة. بأي صفة؟ يعني هذه المنظمات الحقوقية يسمح لها عادة بأن تراقب حقوق الإنسان، وهذا دليل على الانفتاح الذي تعيشه الدول. واليوم الإمارات العربية تبرز نفسها على أنها دولة منفتحة وراعي حقوق الإنسان، لماذا لم يسمح للمنظمات الأجنبية الحقوقية وحتى للصحافة الأجنبية؟ لم يطلبوها بطريقة قانونية. كان ينبغي عليهم مراجعة جميع الإمارات لحقوق الإنسان، ولكن بأي حق أنهم يذهبون للمحكمة بأنفسهم؟ وعلى فكرة السلطات في دولة الإمارات سمحت لجميع العوائل بحضور تلك الجلسات، وفي المقابل خارج المحكمة قاموا بأداء بعض الحركات يعني لاستعطاف الناس. طيب سيد روري، يعني مثلا قاموا بالصلاة
طيب اسمح لي دكتور سيد روري، إذا سمح للمنظمات الحقوقية الإماراتية كما سمح للصحفيين الإماراتيين بحضور المحاكمة، لماذا توجه الانتقادات لهذه المحاكمة ولاعتقال المتهمين؟ السبب هو أن المنظمات التي سمحت لها والصحفيين الذين سمح لهم يخضعون لسلطة الدولة، وهذا يشير إلى أن المحاكمة تشوبها انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك بمنع ممثلي العفو الدولية ومنظمات أخرى من حضور المحاكمة. أولئك الذين يحضرون هذه المحاكمات يخضعون لقوانين وزيارة العدل، والآن هذا سبيل لمنع هؤلاء المندوبين من حضور الجلسة، وبعض الأدلة تم الحصول عليها بالتعذيب. سيد روري، ولكن البعض يأخذ عليكم بأنكم تحكمون على هذه المحاكمة حتى قبل أن تبدأ، وبأن المنظمات الحقوقية الأجنبية لم تتوجه للسلطات الإماراتية بالطريقة المرعية الإجراء من أجل حضور هذه الجلسات، بل بدأت بتوجيه الاتهامات إليها حتى قبل أن تبدأ المحاكمة. يجب أن يكون واضحا مرة أخرى، المحامون الذين حاولوا حضور الجلسة اتبعوا إجراءات السلطات، ولكن فيما يتعلق بانتقاد المحاكمة قبل بدئها فالسبب هو عدم تهيئة المحاكمة لمحاكمة عادلة، فأسر المعتقلين لم تتمكن من اللقاء بأبنائهم، وعندما يتحدثون إليهم بالهاتف يتم قطع المكالمات الهاتفية، ولا أعتقد أن هذا هو انتقاد للمحاكمة بل مناشدة للسلطات بالتزام العدالة، والسبيل الواحد لذلك هو السماح للأجانب بالحضور. دكتور سالم أحمد، بداية عندما يقال بأن هنالك منظمات من داخل الإمارات العربية يشاركون بهذه أو يحضرون هذه المحاكمة، ما هي الضمانات باستقلالية هؤلاء عن النظام؟ هذا ما أريدك أن أسمع الإجابة عليه. ثانيا، هذه المحاكمات طلبت هيومن رايتس ووتش من وزير الخارجية الأمريكي بأن يتدخل، ما هي الضمانات أن تكون هنالك محاكمة عادلة أو يطلب من الحكومة الإماراتية بأن تضمن محاكمة عادلة؟ ما هي الضمانات اليوم؟ يا سيدتي، تلك الجمعيات هي مؤسسات نفع عام، أي بالمفهوم الغربي هي منظمات مجتمع مدني، أي أن الحكومة لا علاقة لها بها ولا تتخلى في شؤونها، ولهذا السبب طلبت الحكومة من الإماراتية من تلك المنظمات والجمعيات بالحضور، لدرجة أنها طلبت من جمعية الصحفيين بالحضور. اتحاد كتاب وأدباء الإمارات هل له أي علاقة بالنظام أو بالسلطات في دولة الإمارات؟ لماذا تدعو دولة الإمارات حتى الكتاب والأدباء بإرسال مندوبين لحضور الجلسة الابتدائية؟ طيب. لكن للأسف ضيفك لا يعي خصوصيات المجتمع الإماراتي، إنما هو يكل الانتهاكات. دكتور سالم أحمد، ما دخل خصوصية المجتمع الإماراتي إذا طالبت بعض المنظمات الحقوقية المعروفة والمشهود لها بأن تشارك أو تقوم بحضور بعض جلسات المحاكمة في قضية تحولت إلى قضية رأي عام وتحولت إلى قضيتهم كل وسائل الإعلام إلى حد ما؟ منظمات حقوق الإنسان أو المنظمات الدولية تركوا جميع الشؤون على المستوى الدولي ووجهوا الأنظار نحو دولة الإمارات من أجل بضعة عشرات من الموقوفين تآمروا على الدولة. هذا كلام غريب صراحة. أنا شخصيا كنت في جنيف مؤخرا. دكتور سالم أحمد، عندما تتهم هذه المنظمات، ما مصلحة هذه المنظمات؟ هل لديها منفعة من تشويه صورة الإمارات كما تدعون؟ طبعا هناك دول ويعني منفعة، هي هذه المنظمات تحركها دول، هي عملية سياسة من أجل إرغام الدول الأخرى على اتباعهم أو إلى آخر. سأعود إليك
ولكن أريد أن أسمع من السيد رولي. سيد درولي، هنالك ما يأخذ عليكم بأنكم منظمة يعني لم تزوروا الإمارات، لم تتصلوا بالسلطات الإماراتية، لم تحاولوا التعرف على وجهة نظرها، وعلى الرغم من ذلك تقومون بانتقاد الإمارات العربية، على الرغم من أن هنالك محاكمات وتتحول هذه القضايا إلى القضاء الذي يحكم بها. أود أن أوضح أننا نتعامل تعاملا وثيقا مع الإمارات، نتحدث إلى المحامين وإلى أسر العائلات، وسبب وجودي هنا بدل الإماراتيين هو القيود التي لا تسمح لهم بالحديث عن هذه القضايا، فلأنني رجل أبيض يقال أنني لا أفهم مشكلات الإمارات، ولكن هذا ليس صحيحا. أنا أعلم أن أسر هؤلاء الأشخاص لما تعامل معاملة طيبة، وفيما يتعلق بالصحفيين المحليين الذين سمح لهم بحضور المحاكمة، فمن المهزلة أن يقال أن هؤلاء الصحفيين يعملون في دولة لا تحترم حرية الصحافة، ولذلك لا يمكننا الاعتماد على الصحفيين والمنظمات المحلية. سيد روري، لم ترد على سؤالي إلى حد الآن. سألتك أن كنت اتصلت بالسلطات الإماراتية، ذكرت بأنك تحدثت مع محامين وتحدثت مع أهالي المعتقلين. أنا سألتك عن السلطات، هل حاولت الاتصال بهم؟ ماذا كان ردهم؟ لم يقتصر الأمر علي، بل اتصلت بالسلطات شخصيا وآخرون اتصلوا بها ولم أحصل على أي رد. بين الفترة والأخرى تنشر هذه السلطات بيانا صحفيا، ولكنها لا ترد على طلباتنا وعلى مناشدتنا التحقيق في بعض الانتهاكات، إنهم لا يردون علينا. دكتور سالم أحمد، يعني بدل من توجيه الاتهامات لهذه المنظمات بأن لها أجندات خفية، لماذا لا يتم التعاون معها أساسا برأيك؟ كيف نتعاون مع جهاز تتعمد تشويه سمعتنا في الخارج؟ ولكن يعني دكتور سالم، يعني وما قاله ضيفك، ألا يتم اعتماد ازدواجية في هذه النقطة، ازدواجية المعايير؟ يعني يقبل ما تقوله هيومن رايتس ووتش أو غيرها من المنظمات عن ما يجري في دول أخرى، لكن لا يقبل كلامها عندما يتناول الجانب الإماراتي وموضوع حقوق الإنسان داخل الإمارات؟ لأن كل حديث ملفق يا سيدتي. يعني هو يقول أنهم العوائل لم يلتقوا مع الموقوفين، لم يسمح لهم بالاتصال بهم، لم يسمح بمحاميهم بالالتقاء. هذا كلام غير صحيح وعار عن الصحة. يعني أنتم تبنون أقاويل وأحكام من الجلسة الأولى؟ نحن لا نبني، نحن نستمع إلى وجهتي النظر. نحن نتحدث عن 94 شخص. يعني المحاكمة ستطول. شكرا لك دكتور سالم أحمد، كنت معنا من دبي. كما أشكر هنا في الاستوديو روري دوناهي، مدير قسم الحملات الدعائية في مركز الإمارات لحقوق الإنسان.